هل غرب حوالي الأسمر ضن حالي. أمير لأنه هو اللي عنده الصوت يعني. أوكي صح يعقوب عنده جمهور وعنده ناس يعني اللي بتحبه، برضه إنه يعني بدخل على الكلب بسرعة، بس إنه أمير هو اللي عنده مثلاً الصوت واللي يعني يستحق أرب آيدل فيه. أنا رأيي إنهم يعني تمام، وإشي بيرفع إشي الرأس لفلسطين يعني، وإن شاء الله إنهم يفوزوا صح وإشي منيح. أنا بحب يعقوب شاهين، بفضل إنه أكتر يعني. هو يعقوب أخف دم، بس إنه أمير أحلى صوت. هم فلسطينيين وصوتهم كتير حلو، وأكيد إحنا بنتعمهم ومنشجعهم ونتمنى إنه الأيدل هم يكونوا هاي السنة. صوتهم رائع، إن شاء الله الله بوفقهم وبنجحوا، وبتمنى الجميع يصوت لهم والله يوفقهم. والله إنهم يعني بجنن، صوتهم رائع، إن شاء الله الله ينجحهم ويوفقهم، وبتمنى الكل يصوت لهم. مين بتشجع عرب أيدل؟ مين بتتوقع؟ أمير. انت اتوقع يعقوب. انا اصابك عشق امر ميتا باسهمي، فما هذه الا سجية مغرمي. يعقوب وامير ان شاء الله بنجحوا اثنين. هذا امير بس الاثنين فلسطينيين منيح تمام. مين بتشجع انت؟ يعقوب. الاثنين مية مية يعني، الله ينجحهم يا رب. هم هذول بسجعهم بس بالفيكة. لا أنا بشجع الاثنين، وكل إنسان بقول فلسطين بشجع الاثنين. أنا فإن شاء الله عرب أيدل عندنا لفلسطين السنة، لفلسطين وبس. أمير دندن صوته أحلى من يعقوب شاهين، وإحنا من اليمني. لا لا يعقوب يا زلمة أمير، يا زلمة احنا على التلفزيون يا زلمة أمير. والله أمير بالنسبة لي يعقوب شاهين. يعقوب شاهين